كان هذا أبرز مشهد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وقد وثقت لحظة استهداف قناصين لتجمع كان ينفذه أنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل في بيروت رفضاً لأداء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفا بيروت طارق بطار التظاهرة كانت بالعشرات وجاءت بعد حشد كثيف على السوشيال ميديا من قبل جمهور الحزبين بعد توتر شديد جراء اصدار بيطار مذكره توقيف غيابيه في حق وزير الماليه السابق علي حسن خليل لتخلفه عن حضور جلسه استجوابه مكتفيا بارسال احد وكلائه ما حصل هو انه واثناء هذه المسيره بدا اطلاق نار بشكل مفاجئ وكثيف على انصار حزب الله وهو ما تسبب في مقتل سته اشخاص واصابه العشرات بجروح متفاوته لاشتعل الوضع اكثر وسط اتهامات لحزب الله بافتعال هذا المشهد من اجل خلق ازمه لكن بين هذا الراي وذاك انتشرت هذه الصوره التي توثق لحظه هلع اطفال احدى المدارس ولجوئهم الى الاحتماء بالطاولات والجدران خوفا على حياتهم في يوم كان من المفترض ان يكون يوما عاديا في لبنان. نتابع. بعد فيه بعد فيه هيد أشيله مخص بعد فيه وين عطيوني عطيوني <applause> لنقرأ وياكم أبرز التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع ونبدأ من حسين الذي كتب في هذه التغريدة اللي أعطى الأمر بإطلاق النار على الناس بخلده هو نفسه اللي أعطى الإذن بالرمي على المتظاهرين اليوم أصبح من المؤكد أن هناك جهة تريد الفتنة والحرب الأهلية في لبنان أما راغب فكتب في هذه التغريدة محق كل مواطن لبناني يعرف هوية مطلق النار ولمين تابع ومين سلحه ومين طلب منه اليوم قبل بكرة لازم كل الشعب اللبناني يعرف تعليق من عدنان يقول فيه لبنان الدولة الوحيدة في العالم الذي يحصل فيها يحصل فيها الفاسدين والحرامية والقتلة وتجار المخدرات على الحصانة والحماية مدى الحياة فهي معروضة للبيع ومن الممكن شراؤها. دعونا نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا ينضم إلينا الآن من بيروت الناشط السياسي إبراهيم منيمنة سيد إبراهيم أهلا بك معنا. تابعنا كل تطورات اليوم في بيروت، الكثير من المقاطع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا تابعتم انتم اليوم من خلال هذا المشهد؟ نعم، واضح ان هناك كان قرار سياسي اليوم باحداث مشكله كبيره في البلد تجنبا للملاحقه القضائيه التي يقوم بها او المتابعه القضائيه التي يقوم بها قاده التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي بيطار. والتي طبعا لم تروق لحزب الله ولحلفائه كونه يعني يستدعي احد اهم اذا بدك ممثليهم في الحكومه وفي المجلس النيابي وهو الوزير السابق علي حسن خليل، واليوم نشهد يعني فعلا في هذا المكان محاوله من حزب الله للقول اننا نحن فوق القانون، نحن لا نلتزم بالقنوات الدستوريه لمواجهه اي ما يعتبره هو، ما يعتبره هو تسييس في القضاء او انحياز. ولكن هو يقول نحن فوق المساءله وفوق المحاسبه وخارج القنوات الدستوريه ونحن يعني ممثلون او الجهات التي تتبع لنا هي ليست قابله للمساءله من بالمؤسسات الدستوريه وهذا طبعا قد تكرس في يعني في مفهوم لبناني والعرف ان هذه المجموعه او هذه الفئه كحزب الله وحركة أمل وغيرهما من الطبقة السياسية هم فوق المساءلة وفوق القانون وما يقوم به القاضي بطار اليوم حقيقة هو مواجهة جدية ومعركة أساسية في استقلالية القضاء في لبنان لم يقم بها يعني قادم بهذا الحجم من قبل وأعتقد في مواصلة هذه المعركة سيد إبراهيم يعني تابعنا هذا المشهد اليوم ولكن إلى أي مدى سيستطيع الاستمرار سواء كان في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من سيعطي الغطاء الأمني وحتى القانوني اليوم يبدو سيدتي أن قاضي بطار تمتع بشجاعة كبيرة وهو يعلم حسب يعني المتداول بالمخاطر الأمنية ولكنه بنفس الوقت واضح انه على استعداد للقيام بهذه المعركه لاستقلاليه القضاء والتي هي قد تكون الركيزه الاولى في اعاده بناء الدوله اللبنانيه، هذه ليست معركه بسيطه وليست معركه عاديه، انها تاسيس لمرحله مقبله. واستطيع القول ان القاضي بيطار يعني يحظى بغطاء شعبي كبير فهذا يعني هذه المشروعيه وهذه وهذا الدعم الشعبي الذي يلقاه من خلال المواجهه ومن خلال التحقيقات التي يقوم بها والادعاء والاستدعاءات هي يعني تكون في مكان ما للمره وما الاولى وماذا عن الدعم السياسي ايضا للبنانيين نعم ماذا عن الدعم السياسي ما المنتظر اليوم من الحكومه الجديده نسبيا مع الاسف الحكومه غائبه بشكل كلي يعني حتى يعني سمعنا بعض التعليقات المضحكه من من وزير الداخليه ومن كانهم غير وزراء وغير معنيون فيما يحصل في البلد هذه الوزاره او الحكومه غائبه كليا عن هذا المشهد ولكن في 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 موقع المتلقي وغير المبادر حتى ان رئيس الحكومه لم يعلق حتى اليوم على هذا على ما يحدث منذ أمس، من وقت الجلسة الحكومية التي هدد فيها وزير حركة أمل بالوعيد والتصعيد، إذا استمرت الحكومة ب أو لم تتحرك لردع القاضي بيطار في تدخل سافر في في مسار التحقيقات والقضاء، هدد بماذا سيحدث اليوم، ولم يكن هناك أي رد فعل من الحكومة في هذا المكان. هذه الحكومة فعلا حكومة تقطيع وقت، ونعلم منذ البداية أنها لن تقوم بأي شيء، فهي حكومة يعني حكومة محاصصة فقط لا غير. المهم أن اليوم قاضي بيطار يقوم ب بمواجهة كبيرة عن الشعب اللبناني كله. عن من كل يريد الدولة اليوم عن, عن مسار القضاء المستقل الذي طالبنا به منذ زمن وهو في للمرة الأولى في لبنان يستطيع أن يستدعي الرؤوس الكبيره من الفساد التي تتبع لهذه المنظومه السياسيه طيب والتي جميع الشعب يعني اللبناني قد يعلم يمثل هو فعلا الشارع والشعب اللبناني اليوم سيد ابراهيم ولكن هل سنشهد اي تحركات على الصعيد الشارع ايضا بشكل او باخر لا ننسى بان هناك قتلى سته قتلى وهناك عدد من الجرحى منهم من هو يعني مدنيين عزل كانوا في نفس المكان وقت اطلاق النار من قبل القناصه لا 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 اعتقد ان تحركا سلميا سيحدث اليوم بعد, ما بعد هذه الاحداث الامنيه بيروت اليوم في حاله اغلاق وجميع الناس يعني ركنت الى بيوتها حتى تستطلع ماذا سيحدث من احداث يعني في خوف هناك خوف حقيقي في المدينه من ان تتفاعل الاحداث الامنيه وتتوسع وتصل الى مناطق في بيروت لم تصل اليها بعد، فاليوم يشوب الجو الحذر ولا اعتقد ان هناك سيكون تحركات سلميه في هذا المعنى، ننادي بان يكون الجيش والقوى الامنيه هي من تقوم اليوم بحمايه المواطنين اللبنانيين واي تحركات سلميه قد تقوم بها، ولكن اليوم الاحداث الامنيه غطت على اي تحرك سلمي واعتقد انه لن يكون هناك مبادرات في هذا المكان على هذا على مستوى التحركات. طيب مع ذلك هناك حديث بأن ستكون هناك تداعيات سواء كانت سياسية أو غير سياسية بعد هذا التوتر الذي شهدناه الآن اليوم برأيك العدوان الأبرز للمرحلة المقبلة كيف سيكون سيد إبراهيم؟ يعني اليوم هي حالة مثل عض أصابع بين حزب الله من جهة وبين القاضي بيطار من جهة أخرى لم لا يستطيع اليوم أحد يعني إزاحة القاضي بيطار في ملف بكب يعني بكبر ملف تفجير الملف دون عواقب سياسية الجميع يعلم أن التدمير الذي حصل وعدد الضحايا وعدد المهجرين من هذا الانفجار سوف يكون أي داعم أو مميع للتحقيق فيه سوف يتحمل مسؤولية كبيرة خصوصا نحن على أبواب انتخابات نيابية. فالرأي العام الشعبي هو ناقم جدا على هذه الطبقة السياسية ويريد أن يعرف حقيقة ما حصل في في تفجير أربعة آب ولكن هذه الأحزاب السياسية يعني عندها حسابات مختلفة فهي, فهي تحاول أن تراوغ وتضيع التحقيق وتميع هذا وتضيع المسؤولية لمحاولة الحفاظ على مكانة مسؤوليها أو ممثليها الذين هم يبدو يعني في مركز الاتهام الأول وصلت الفكرة كان من التهميل من التقصير أو من ناحية التآمر أو تسهيل في تسهيل عملية التفجير فاليوم العنوان لك. الكبير هو المواجهة بين حزب الله والقاضي بيطار شكرا لك سيد إبراهيم من الناشط السياسي كنت معنا من بيروت